أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني على قناتكم قناة مصر للتعليم الفني بالتلفزيون المصري وبرنامجكم في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة هتكون مخصصة لطلبة التعليم الصناعي الأقسام المعمارية، وهيكون معانا إحدى الشعب المعمارية وهي شعبة أعمال نجارة العمارة. والحلقة النهاردة هتكون مخصصة لطلبة الصف الثالث تخصص أعمال نجارة العمارة، وهتكون حلقة افتتاحية هنتعرف فيها على المواد اللي بيدرسها الطالب في الصف الثالث، ايه هي المواد المستمره معانا وهي المواد الجديده المضاف الينا، وازاي ان احنا نستغل هذه المواد وازاي نتعامل معاها ونعرف محتواها العلمي واهميه كل ماده من هذه المواد. طبعا اولا مهنه النجاره طبعا معروفه من المهن القديمه والتي اخذت في التطور مع تطور الانسان وتطور التكنولوجيا الحديثه، واصبحت ما عليه الان فنا حقيقيا يحتذى به بجانب كونها حرفه لم تندثر. ويكفي مهنه النجاره شرفا انها كانت مهنه نبي الله سيدنا نوح عليه السلام. الأقسام المعمارية وبالتحديد تخصص أعمال نجارة العمارة، المواد بتاعتنا المستمرة معانا هي المواد النظرية زي مادة التكنولوجيا مستمرة معانا، وطبعا مادة مهمة جدا وهي عصب التخصص، كمان مادة الرسم الفني مستمرة معانا، ومادة تخطيط وإدارة الإنتاج. أما المادة الجديدة علينا من المواد المضافة زي مادة المساحة ومادة حساب الإنشاءات، طبعا بجانب الحاسب الآلي اللي كان مستمر معانا في خلال الثلاث سنوات. هنتعرف على كل مادة من هذه المواد وهنعرف محتواها العلمي وازاي ان احنا نهتم بكل مادة وازاي ان احنا ناخد فيها درجات عالية. بس طبعا طالب الصف الثالث دايما بيركز على كلية الهندسة في الامتحانات بتاعته. طبعا كلية الهندسة هي موجودة معانا، ولكن ما بيخشهاش الطالب مباشرة بعد الثلاث سنوات، ولكن اما عن طريق المعادلة او عن طريق ان هو بيدخل احدى المعاهد التكنولوجية وبيجيب تقدير فيها وبيخش كلية هندسة. ولكن مش معنى ذلك ان هي كلية الهندسة بس اللي معانا، ولكن معانا كليات كتير ومعانا معاهد كتير زي كلية التعليم الصناعي وكلية التربية وكمان المعاهد التكنولوجية والمعاهد الفنية بجانب طبعا المعاهد الخاصة. نركز بس مع بعض في المنهج ونعرف محتوى كل مادة، وان شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة هنبتدي ندرس كل مادة بالتفصيل. لكن النهاردة الحلقة الافتتاحية هنتعرف على جميع المواد اللي بيدرسها الطالب في الصف الثالث وبالتحديد تخصص أعمال نجارة العمارة. تعالوا مع بعض كده نشوف على السلايد. زي ما انتم شايفين الأقسام المعمارية عبارة عن شعب كتير بيتضمنها فني أعمال الخرسانة، والشعبة الثانية وهي اللي هتدور حلقتنا عليها النهاردة وهي فني أعمال النجارة، وفني الأعمال الصحية وشبكات المياه، وبجانب فني أعمال التشطيبات وفني أعمال البناء والتشييد بجانب النحت المعماري. طبعا دي الأقسام المعمارية اللي موجودة عندنا. طبعا يخصنا النهاردة أو هنتكلم بالتحديد في فني أعمال النجارة. تعالوا كده نشوف مع بعض. آدي فني أعمال النجارة إحدى التخصصات المعمارية الموجودة في التخصصات المعمارية. زي ما انتم شايفين فني نجارة العمارة بيرتدي بعض وسائل الوقاية الشخصية في أثناء التدريب داخل الورش العملية. يبقى أثناء التدريب في العملي لابد ان احنا نهتم بوسائل الحماية وهي المتمثلة زي ما انتم شايفين الفني الموجود امامك في الصورة الموضحة. تعالوا مع بعض بقى نشوف المواد بتاعتنا. اول مادة عندنا وهي مادة التكنولوجيا. طبعا احنا درسنا في سنة اولى وسنة تانية مادة التكنولوجيا. هندرس بقى الصف الثالث التكنولوجيا وهيكون فيها وحدات كتير من ضمنها نجارة الابواب والشبابيك، كذلك الارضيات الخشبية والتجاليد واعمال التجاليد والسلالم الخشبية بجانب اعمال الالومنيوم. تعالوا مع بعض نشوف المادة التانية وهي مادة الرسم الفني، ومادة مستمرة معانا من الصف الأول. ومادة الرسم الفني من المواد المهمة جدا، وطبعا مجموعها بيكون عليها 100 درجة في امتحان آخر العام. وطبعا احنا ما عندناش امتحانات ترم، ولكن عندنا امتحانات نهائية آخر العام. طبعا بجانب مادة التخطيط وإدارة الإنتاج. يبقى دول الثلاث مواد الأساسيين في التخصص أعمال النجارة، مادة التكنولوجيا ومادة الرسم الفني ومادة التخطيط. ومادة التخطيط بتهتم دايما بعمل حساب الكميات لأعمال النجارة من عمل كشف كمية وكشف مغلق للأخشاب الموجودة عندنا. يبقى دي الثلاث مواد الأساسية الموجودة عندنا.
تعالوا مع بعض نشوف المواد التانية العامة اللي بيدرسها جميع أقسام العمارة، زي مادة المساحة. ومادة المساحة من المواد المهمة جدا، وطبعا خريج في عندنا معهد خاص بمعهد المساحة. طبعا احنا بنكون على دراية كبيرة بمادة المساحة، لان خدناها في الصف الثاني وهناخدها في الصف الثالث بشكل اوسع. هندرس فيها الاجهزة المساحية وازاي نتعامل عليها، وازاي ان احنا ناخد القرايات، وازاي نعين مناسيب النقط المختلفة باستخدام الاجهزة المساحية. يبقى ان شاء الله باذن الله لو احنا كملنا ودخلنا معهد المساحة، من المعاهد المهمة جدا كمان ان خريج المساحة بيكون مطلوب في سوق العمل، لان الغرض من التعليم الفني مواكبة سوق العمل الخارجي. يبقى احنا بندرس عشان نواكب سوق العمل، مش ان احنا ندرس وخلاص. كمان لو انت حابب تكمل في التعليم الجامعي متاح ليك، فمن ضمن المعاهد الموجودة عندك معهد المساحة، ودايما بيخشها طالب الاقسام المعمارية، لانه على دراية كبيرة جدا بمادة المساحة، سواء درسها في الصف الثاني او في الصف الثالث. وكمان بيكون فيها جزء معمل والجزء الثاني خاص بالشرح النظري، يبقى انت هتتدرب فيها نظري وعملي داخل معمل المساحة. تعالوا مع بعض نشوف المادة الثانية. والمادة الثانية مادة جديدة علينا خالص، وهي مادة تسمى حساب الإنشاءات. ومادة حساب الإنشاءات مادة مهمة برضو، لأن هي بتساعد المهندس والفني في كيفية حساب قطاعات الخرسانة وكيفية تسليحها. وكمان بنعمل في حسابنا معامل الأمان، لأن في بعض المنشآت قد يكون صاحب المشروع إن هو ممكن يزود دور في المنشآت السكنية. طبعا بيكون عن طريق مادة حساب الإنشاءات في معامل يسمى معامل الأمان، وطبعا بيكون في إتقان في عملية التصميم وعملية الحسابات الإنشائية. طبعا المادة الثالثة من المواد برضو المهمة جدا، وهي مادة الحاسب الآلي. لا يخلو طبعا صف من الصفوف إلا وبندرس فيها مادة الحاسب الآلي. درسنا في الصف الأول برنامج الوورد، والصف الثاني خدنا فيها برنامج الإكسل. هندرس في الصف الثالث برنامج مهم جدا خاص بالرسومات الهندسية، وهو برنامج الأوتوكاد، سواء كان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد اللي هو 2D و3D. وكمان معانا في برنامج مهم جدا، وهو برنامج الفوتوشوب. يبقى احنا عندنا برنامج الاوتوكاد وبرنامج الفوتوشوب. طبعا في عندنا معمل خاص بالحاسب الآلي، وهندرسه برضو نظري ومعمل. تعالوا بقى مع بعض نبتدي نشرح مادة مادة، ونعرف محتواها العلمي، وازاي ان احنا نعرف اهمية كل مادة من هذه المواد التي يدرسها طالب الصف الثالث لاقسام المعمارية. طبعا اول مادة هنتكلم عليها، وهي مادة تكنولوجيا اعمال النجار، اول مادة واهم مادة. عندنا حوالي 5 أبواب في المنهج. الباب الأولاني بيتكلم عن نجارة الأبواب والشبابيك. الباب الثاني بيتكلم عن السلالم الخشبية. الباب الثالث بيتكلم عن الأرضيات الخشبية. الباب الرابع بيتكلم عن أعمال التجاليد أو تكسية الحوائط. والباب الأخير وهو خاص بأعمال الألمونيوم. طبعا أعمال الألمونيوم هي مادة تكميلية بندرسها عشان خاطر نكون على دراية بأعمال الألمونيوم، وإزاي هي الإكسسوارات المستخدمة وقطاعات الألمونيوم المستخدمة في التنفيذ الأبواب والشبابيك. يبقى أنا عندي 5 أبواب بدرسهم في الصف الثالث على مدار السنة كاملة، وهي 5 وحدات: نجارة الأبواب والشبابيك، السلالم الخشبية، الأرضيات الخشبية، وتكسية الحوائط، وأعمال الألمونيوم. أدي 5 وحدات. تعالوا كده نمسك الوحدة الأولى نتكلم عليها بشرح برضو سريع. أول حاجة عندنا نجارة الأبواب والشبابيك، طبعا تكنولوجيا أعمال النجارة الصف الثالث، أول وحدة خاصة بنجارة الأبواب والشبابيك. وعندي في نجارة الأبواب والشبابيك، عندي نجارة الأبواب أول باب بدرسه عندي، وهو باب بحشوات مهرمة. تعالوا مع بعض كده بسرعة، ليه سميناه باب بحشوات مهرمة؟ طبعا احنا عندنا فكرة عن نجارة الأبواب من الصف الثاني، وعرفنا ان انواع الأبواب نوعين، في أبواب مؤقتة وأبواب مستديمة. وقلنا الأبواب المؤقتة بتستعمل بشكل مؤقت وتستخدم في الأعمال قليلة الأهمية. أما الأبواب المستديمة في منها أبواب داخلية وأبواب خارجية. الأبواب الداخلية دايما بتكون إما تجليد أو فارغ زجاج، أما الأبواب الخارجية لازما تكون أبواب حشو. يبقى احنا عرفنا ان في ابواب مؤقته وابواب مستديمه. الابواب المؤقته موجوده بشكل مؤقت وبنستخدمها في الاعمال قليله الاهميه، ولكن الابواب المستديمه بتنقسم الى ابواب داخليه وخارجيه. الابواب الخارجيه دايما بتكون حشو زي الباب اللي موجود عندنا، وهو باب بحشوات مهرمه. واما الابواب الداخليه اما بتكون ابواب حشو او تجليد او فارغ زجاج. تعالوا مع بعض كده نتكلم عن الباب بحشوات مهرمه. سمي باب بحشوات مهرمه لان الحشوات الموجود فيها الباب بيكون
بتكون على شكل هرم وبتكون مهرمة إما من جهة واحدة أو من الجهتين. بشكل سريع بنعرف بس إيه المصطلح المستخدم في الأبواب. الباب الثاني عندنا باب إسلام التراث بين قوسين بنسميه مروحة. ليه سميناه باب إسلام التراز؟ لأن طبعا بيستخدم فيه حشوات ذات طابع إسلامي. الحشوات الإسلامية كثيرة جدا، ولكن المقررة علينا إما حشوة مفروكة عدلة أو ميلة أو معقلية، هي إحدى الحشوات الإسلامية الموجودة في الباب الإسلامي، عشان كده أطلق على هذا الباب لفظ باب إسلامي التراز. طب وليه سميناه باب مروحة؟ لأن بيتعلق فيها مفصلات تسمى مفصلات مروحة. هي مش مفصلات عادية، ولكن المفصلات المروحة بتعمل على فتح الباب في أثناء الدخول والخروج. والأبواب دي طبعا بتستخدم في الأماكن اللي بيحتاج فيها عملية الدخول بسرعة، زي مثلا غرفة العمليات بنركب ليها مفصلات مروحة عشان أثناء إجراء عملية جراحية سريعة بنحتاج إن احنا ندخل المريض، لأن الثانية بتفرق. وكمان في حالة إن احنا بنغلق الباب بنركب له ترباز داخل الإصطامة في حالة غلق الباب بعد إجراء أو أثناء إجراء العملية. تعالوا مع بعض نشوف الباب الثالث عندنا، وهي الأبواب المنزلقة. والأبواب المنزلقة طبعا من لفظها هي بتنزلق إما داخل تجويف في الحائط أو على وجه الحائط. يبقى في عندنا نوعين من الأبواب المنزلقة، إما أبواب منزلقة داخل الحائط بنعمل الحائط عبارة عن كتفين وبينزلق الباب ذهابا وأيابا داخل تجويف الحائط عن طريق جهاز انزلاق بيعلق من أعلى ودليل من أسفل بيمنع تأرجح الباب وانخلاعه أثناء عملية الفتح والغلق. يبقى في أبواب بتنزلق داخل تجويف الحائط، وفي أبواب بتنزلق على وجه الحائط وتسمى بالأبواب المنزلقة على وجه الحائط. يبقى الأبواب المنزلقة عبارة عن نوعين، أبواب منزلقة داخل الحائط وأبواب منزلقة على وجه الحائط، بتختلف على حسب جهاز الانزلاق الذي يركب لهذه الأبواب. وطبعا دايما بنركب دليل من أسفل، والدليل ده بيساعد على ضبط حركة الباب في أثناء الفتح والغلق. تعالوا مع بعض نشوف الباب الرابع، وهي أبواب البلكونات. وأبواب البلكونات طبعا من لفظ أبواب البلكونات، هي بتستخدم في أبواب البلكونات، وطبعا بيطلق عليها في الصناعة لفظ ملكان، لأن الورق بتاع ورق الشمسية في الدرف الشمسية بيتعمل على مكنة تسمى مكنة الملكان، لذلك أطلق على أبواب البلكونات في الصناعة لفظ ملكان. وورق الشمسية الموجود سميناه ورق الشمسية عشان بيكون سمكه 1 سنتي، ومن مميزات ورق الشمسية حجب أشعة الشمس وحجب رؤية ما بداخل الحجرة مع تجديد الهواء داخل الحجرة. وطبعا أبواب البلكونات بتستخدم من اللفظ في أبواب في البلكونات. يبقى أدي نجارة الأبواب والشبابيك، عندي باب بحشوات مهرمة، باب إسلامي الطراز، الأبواب المنزلقة، والأبواب البلكونات. دي الأبواب اللي احنا بندرسها في أبواب في نجارة الأبواب. أما في نجارة الشبابيك عندنا شباكين مهمين جدا، وهو شباك شمسية وزجاج وشباك زاوية أو الشبابيك الزاوية. ليه سمينا الشبابيك الزاوية بهذا الاسم؟ لأنها بتوضع في زاوية الحجرة، والغرض منها الحصول على أكبر مسطح من الإضاءة والتهوية. يبقى أنا عندي الشبابيك الشمسية والزجاج شبيهة جدا لأبواب البلكونات. لما نيجي إن شاء الله نشرحهم هناخد أبواب البلكونات مع نجارة الشبابيك، لكن الشبابيك الزاوية عبارة عن شباكين بنحطهم في زاوية الحجرة، والغرض من الشبابيك الزاوية هو الحصول على أكبر مسطح من الإضاءة والتهوية في داخل الحجرة. يبقى احنا كده عرفنا نجارة الأبواب والشبابيك، عندي حوالي 4 أبواب وعندي شباكين. طيب احنا لو حبينا نتكلم عن هذه الأبواب والشبابيك بنتكلم عليهم من حيث بعض العناصر. تعالوا نشوف العناصر اللي هنتكلم عليها. أول عنصر بنتكلم على الاستعمالات، بنشوف الباب ده استعمالاته ايه، هل يا ترى هو باب داخلي ولا باب خارجي، وايه استعمالاته واستخداماته. ده العنصر الأولاني اللي بنتكلم فيها في نجارة الأبواب والشبابيك. العنصر الثاني بنتكلم عن المكونات، أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية. يبقى المقصود بالتفاصيل الإنشائية ليست رسم، ولكن احنا بنشرح المكونات في نجارة الأبواب والشبابيك. يعني هناخد مثال بسيط كده بالنسبة للباب بحشوات مهرمة. لما نيجي نتكلم عن مكوناته أو تفاصيله الإنشائية، أول حاجة في المكونات بتاعته الحلق، والحلق عبارة عن أيمين ومعبرة، وسمينا المعبرة بهذا الاسم لأنه بيتم العبور من خلالها. بعد كده عند الضلفة نفسها عبارة عن أيمين ورأس عليا وأخرى سفلى، وبنسميها في الصناعة تحليقة، بيتوسطها 4 رؤوس وسطى مفصول ما بينهم أو موجود ما بينهم الصاري عشان يفصل لي ما بين حشوتين مهرمتين، وقلنا إما من جهة واحدة أو من الجهتين. بعد كده من ضمن المكونات البر. يبقى احنا بنتكلم عن الاستعمالات. العنصر الثاني بنتكلم عن المكونات أو ما يطلق عليه التفاصيل الإنشائية.
بعد كده بنتكلم عن قطاعات الأخشاب والإكسسوارات أو الخردوات المستخدمة. قطاعات الأخشاب يعني بنشوف الحل من قطاع مثلا 15x5 وبنبتدي نكمل قطاعات الأخشاب المستخدمة سواء للأبواب أو الشبابيك. بالنسبة للإكسسوارات المستخدمة بنعمل لها جدول، وجدول الإكسسوارات بنتكلم فيها عن الإكسسوارات المستخدمة زي المفصلات، زي الأقر، زي الكوالين، زي الإكسسوارات المستخدمة في أعمال النجارة وأعمال الشبابيك. العنصر الرابع وهو طريقة التنفيذ. نركز مع بعض كده في طريقة التنفيذ. احنا اتكلمنا في الصف الثاني عن طريقة التنفيذ بشكل عام. طبعا كل باب ليه طريقة تنفيذ، بس في عناصر متشابهة او متماثلة في اثناء عمليات التنفيذ. هناخدها بشكل عام، حوالي 6 عناصر في طريقة التنفيذ. اول عنصر تجهيز الاخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للرسومات. يبقى اول حاجة بجهز الخشب بتاعي طبقا للمقاسات والرسومات بتاعتي. تاني حاجة بتتم عملية المسح والتصفية، وعملية المسح والتصفية طبعا بتتم على مكنة التخانة، وبنعمل عملية مسح وتصفية عشان الخشب لما بيجي من المغلق، احنا عارفين الخشب بتاعنا بيكون موجود في المغلق، في اثناء طبعا احنا بنجيب الخشب من المغلق، الخشب بيكون عليه وبرة، الوبرة دي لو احنا مش انهاش بتعمل لي عملية عدم سهولة في اثناء التشغيل طبعا، فبنضطر ان احنا نعمل له عملية مسح وتصفية عشان نبتدي نعرف نشغل او ننفذ التمرين بشكل ميسر. يبقى اول حاجة في طريقة التنفيذ تجهيز الاخشاب بالمقاسات والقطاعات المطلوبة طبقا للرسومات. العنصر الثاني او الطريقة الثانية بعد كده مسح وتصفية الاخشاب لتحديد السمك المطلوب. بعد كده تفصيل اجزاء الاخشاب، ابتدي اعلم مكان النقر ومكان اللسان وثم الشق والنشر مع مراعاة، وانا براعي دايما بسيب الزيادات بتاعتي وزيادات التشغيل الموجودة في اعمال النجارة هي الضفر والتلسين، وقلنا الضفر بيكون حوالي 5 سنتي اما التلسين بيكون 2.5 سنتي، والضفر والتلسين بنعمله عشان زيادة التحميل في اثناء التشغيل عشان ما ينكسرش او ينشلع القايم باللفظ. احنا دايما نقول اللفظ الدارج في السوق، ودايما نقول اللفظ العلمي عشان يكون في تواصل ما بين المادة العلمية والمادة او السوق الخارجي. يبقى اول حاجة تجهيز الاخشاب، مسح وتصفية الاخشاب، تفصيل اجزاء الاخشاب بالعلام والشنقرة، ثم الشق والنشر مع مراعاة ترك الزيادات اللي هي الضفر والتلسين. بعد كده ببتدي اجمع وعشق، طبعا لفظ تعشيق يعني تجميع، بجمع اجزاء الاخشاب بتعشيق القوايم مع الروس نقر ولسان، اما الحشوات طبعا بتاعتي او الاوراق بنركبها في المكان المخصص ليها. بعد كده بتتم عملية تقصيب الزيادات وثم عملية التشريب والتنعيم. يبقى دول ال6 عناصر في طريقة التنفيذ كنا مثبتينهم في سنة تانية، هيبقى في اختلافات بسيطة طبعا نظرا لاختلاف ومكونات الباب او الشباك الموجود. بعد كده عندي طريقة التركيب، وطريقة التركيب 3 عناصر مهمين جدا برضو مثبتينهم في الصف الثاني. اول حاجة في طريقة التركيب بثبت الحل بالحائط بالكانات بواسطة الكانات مع مراعاة ضبط رأسية القوايم وافقية المعبرة بواسطة ميزان المياه. يبقى اول حاجة بثبت الحل بالحائط بالكانات مع مراعاة ضبط رأسية القوايم وافقية المعبرة بواسطة ميزان المياه. بعد كده بركب الضلفة او الضلف بالحلق بواسطة مين؟ المفصلات. تركيب باقي الاكسسوارات بالمسامير البورمة والايه والمفك. ده بشكل عام ادي العناصر طبعا طريقة التركيب. ادي ال5 عناصر بتكلم في نجارة الابواب والشبابيك عليهم. اول عنصر الاستعمالات. العنصر الثاني المكونات او ما يطلق عليه التفاصيل الانشائية. قطاعات الاخشاب والاكسسوارات المستخدمة. طريقة التنفيذ فطريقة التركيب. ودايما اي شرح موجود في التكنولوجيا لازم يكون مدعم ببعض الرسومات التفصيلية للتعشيق او للابواب والشبابيك. تعالوا نشوف بقى الوحدة الثانية بتتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي اعمال السلالم الخشبية. واعمال السلالم الخشبية طبعا عندنا انواع سلالم كتير جدا طبعا لمادة الانشاء. يعني عندي سلالم خرسانية، عندي سلالم حجرية، عندي سلالم ميكانيكية اللي هي موجودة في مترو الانفاق، وعندي سلالم خشبية مصنوعة من الخشب. احنا طبعا يخصنا هنتكلم عن السلالم الخشبية. طبعا السلالم الخشبية ليها تصميم مختلف عن بقية السلالم لان كلها مصنوعة من الخشب، وكيفية تجميع هذه المكونات هنعرف ايه هي المكونات المستخدمة في السلالم وهي المصطلحات المستخدمة في السلالم طبعا مع كيفية تركيب وتصميم سواء كم سلم، 2 أو 3 قلبات. تعالوا مع بعض كده نشوف الشرح على السلايد. اعمال السلالم الخشبية.
واحدة واحدة كده عايزين نعرف ايه هو التعريف العام لمصطلح السلالم. طبعا لو انا حابب ان انا اوصل من مستوى الى مستوى زي ما انتم شايفين عندي ثلاث مستويات، ببتدي اركب في المنتصف بسطة او صدفة، والصدفة دي او البسطة دي بتكون معدة للراحة. بعد كده ببتدي اعمل مستويات مائلة زي ما انت شايف، مستويات مائلة، ونحط فيها عدد من الدرجات عبارة عن قايمة ونايمة عشان تعمل لي عملية سهولة في الصعود أو الهبوط من دور لآخر من خلالها. يبقى إذن تعريف السلالم بوجه عام هي عبارة عن مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود أو الهبوط من دور لآخر من خلالها، زي ما انت شايف الصعود أو الهبوط من دور لآخر. طبعا بنزود السلالم بدرابزين زي ما انت شايفين، ادي الدرابزين اهو بزوده في القلبات كلها. وتعريف القلبه زي ما انتم شايفين دي بنسميها قلبه، القلبه هي مجموعه من الدرجات لا يقل عدد درجات بها عن 5 ولا يزيد عن 13 زي ما انتم شايفين. وبنزود الدرابزين بكوبوستا لسهوله الصعود او الاتكاء عليها اثناء الصعود والنزول. بعد كده طبعا بنسد الفراغ اللي موجود ما بين قائم الدرابزين والكوبوستا بحاجه تسمى في النجاره البرامق، طبعا كلها مصنوعه من الاخشاب او القطع الخشبيه الموجوده عندنا في اعمال النجار. يبقى ده الشكل كده بتوضيحي بنوضح فيه ايه هو تعريف السلالم وايه هو القلبه، وعرفنا الدرابزين وعرفنا ايه هي البسطه او الصدفه. طبعا في بعض التعريفات تعريفات كتير، ولكن التعريف بوجه عام تعريف السلالم الخشبيه، السلالم هي مستويات مائله بها عدد من الدرجات يمكن الصعود او الهبوط من دور لاخر من خلالها. طبعا السلالم في رايي الشخصي من الاختراعات المهمة جدا، لان كان زمان البيوت كانت بتتبني عبارة عن مستوى واحد دور واحد. طبعا نظرا للفضاء الفسيح ابتدى ان هم يكتشفوا ان احنا نستخدم قانون او خاص بالسلالم، وان احنا نستغل الفضاء ونعمل كذا دور او كذا مستوى. وطبعا دلوقتي في المصاعد الكهربائية وطبعا في ناطحات السحاب، فانا من رأيي طبعا ان احنا استغلينا الفضاء في عمل مباني ذات ارتفاعات ومستويات عالية، وطبعا لا غنى أثناء تركيب المصاعد عن أعمال السلالم بأي نوع من الأنواع سواء كانت خرسانية أو ميكانيكية أو سلالم خشبية. طبعا السلالم الخشبية استخداماتها بتكون محدودة دايما في الأماكن التي يتطلب فيها حسن المنظر زي الفيلات الحديثة. يبقى طبعا السلالم الخشبية ما بتستخدمش في أي أماكن، ولكن بتستخدم في الأماكن اللي بيتطلب فيها الجمال والرونق والبهاء، لأن طبعا احنا عارفين أن الخشب لما بندهنه الأسطر أو المادة الشفافة بيعطيني رونق وبهاء وفخامة للمكان اللي بتركب فيه. طيب يبقى احنا قلنا تعريف السلالم عبارة عن مستويات مائلة بها عدد من الدرجات يمكن الصعود او الهبوط من دور لاخر من خلالها. تعالوا نشوف منظور مع بعض كده، منظور مجمع للسلالم. طبعا ده منظور لسلم قلبتين، واحنا قلنا ان القلبة مجموعة من الدرجات لا يقل عدد درجات بها عن 5 ولا يزيد عن 13. يبقى القلبة من 5 ل 13، وطبعا الدرجة مكونة من قائمة ونائمة. القايمة هي ارتفاع الدرجة والنايمة هي عرض الدرجة. وزي ما انتم شايفين ادي البسطة او الصدفة، دي الصدفة، وطبعا نوعين من الصدفة، في صدفة متوسطة بتكون معدة للراحة، والصدفة النهائية اللي بتكون أمام باب الشقة هي صدفة الوصول. وطبعا زي ما انتم شايفين هنا طبعا مش متركب درابزين، لكن احنا طبعا في السلالم الخشبية بنركب الدرابزين والكوبوستا وبنركب الحاجز اللي بيمنع الأشخاص من السقوط وهي البرامج. طيب ده سلم عندي قلبتين، واحنا اتفقنا ان القلبه من 5 ل 13. طبعا السلم قلبتين، ادي القلبه الاولى وادي القلبه الثانيه، والسلم طبعا فيه صدفه متوسطه معدل الراحه وصدفه نهائيه بتسمى صدفه الوصول. وزي ما انتم شايفين القلبتين محل السلم هي المسافه المتروكه لعمل السلم في المبنى، المكان اللي انا بسيبه اثناء التصميم ان انا بسيبه عشان هنشئ فيه السلم بنسميه محل او بئر السلم. وزي ما انتم شايفين محل السلم مستطيل، بيكون السلم قلبتين، ومنور السلم هو الفراغ الموجود ما بين القلبتين زي ما انتم شايفين، اللي هو الفراغ الموجود ما بين القلبه الاولى والقلبه التانية. تعالوا نشوف السلم الثلاث قلبات. طبعا ده سلم ثلاث قلبات زي ما انتم شايفين، محل السلم مربع الشكل عشان كده بعمل فيه ثلاث قلبات، والقلبة التانية هي اللي بتحدد لي عرض المنور. وطبعا هو ذو منور متسع ثلاث قلبات، ادي القلبة الاولى
والقلبة التانية والقلبة التالتة. في الحالة دي بنعمل هنا بسطة، البسطة غير الصدفة لأن هي بتكون مربعة ولكن الصدفة بتكون مستطيلة، لكن هي نفس الفكرة بالظبط، هي بتكون معدة للراحة، لأن طبعا زي ما انتم شايفين السلم الثلاث قلبات بيكون في تغيير أكتر من اتجاه، أدي الاتجاه الأول وأدي الاتجاه الثاني وأدي الاتجاه الثالث ثم صدفة الوصول اللي بتوصلني للغرفة أو لباب الشقة. يبقى ده السلم الثلاث قلبات. يبقى انا عرفت دلوقتي تعريف السلالم وعرفت بعض المصطلحات المستخدمة في اعمال السلالم وعرفت ايه هو محل السلم وامتى يكون السلم مربع او مستطيل. قلنا محل السلم هي المسافة المتروكة لعمل السلم في المبنى او المكان او الفراغ اللي بسيبه اثناء التصميم عشان هنشئ فيه السلم اللي هيبتدي يطلعني من مستوى لمستوى اخر. طبعا السلم محل السلم لما بيكون مستطيل السلم بيتعمل قلبتين، لما بيكون السلم مربع السلم بيتعمل ثلاث قلبات، وقلنا ان القلبة مجموعة من الدرجات لا يقل عدد الدرجات بها عن 5 ولا يزيد عن 13. تعالوا مع بعض نشوف بعض الاشكال والنماذج لانواع السلالم الخشبية. زي ما انتم شايفين ده سلم خشبي، شايفين طبعا الرونق والبهاء الموجود في السلم. طبعا اول درجة في السلم بتكون اكبر درجة واعرض درجة، عشان كده بنسميها البادي. يبقى احنا برضو خدنا مصطلح ان البادي هي اول درجة في السلم، وزي ما انتم شايفين ادي القايمة وادي النايمة. القايمة هي ارتفاع الدرجة والنايمة هي عرض الدرجة التي يضع الانسان قدمه عليها اثناء صعود او الهبوط. زي ما انتم شايفين ادي قائم الدرابزين وادي الكوبوستا وادي كمان البرامي الموجودة عشان تمنع الاشخاص من السقوط. زي ما انتم شايفين السلم الخشبي. تعالوا نشوف نموذج تاني. طبعا ده نموذج مستخدم في احد الفيلات الحديثه، زي ما انتم شايفين واخد كيرف وشكل جميل، وطبعا ادي شكل البرامي واخده شكل مختلف على حسب التصميم الموضوع في انشاء وتصميم السلالم. طبعا ده نوع من انواع السلالم برضو خشبي، سلم حلزوني. شايفين طبعا الجمال في السلالم اثناء دهنها باحدى الدهانات الشفافه. كمان ده سلم خشبي موجود في احد الفيلات الحديثه، زي ما انتم شايفين ادي البادي هنا واضح اكتر، البادي هنا اعرض درجه وبيكون هي اول درجه في السلم عشان كده بيطلق عليها البادي، ودي اول قائم في الدرابزين، وشايفين البرامي وشايفين الحليات والجمال الموجود في السلالم الخشبيه. ده نوع تاني من انواع السلالم. الوحدة التالتة وهي خاصة بأعمال الأرضيات من الوحدات المهمة جدا، وبرضو بجانب السلالم لا يخلو امتحان من السؤال في السلالم وسؤال في أعمال الأرضيات الخشبية. هندرس في الصف الثالث ثلاث أنواع من الأرضيات. الأرضية الأولى وهي الأرضية الخشبية المسكي. يبقى عندي أنواع الأرضيات الخشبية، في عندي أرضية خشبية مسكي، أرضية بركيه، وأرضية بركيه ملصوق أو ما يطلق عليها دكيش أو البركيه اللصق. طبعا زي ما انتم شايفين الأرضية المسكي من لفظ مسكي بقى جميع الأخشاب المستخدمة فيها أخشاب مسكي سواء كانت ألواح أو مراين. طبعا خدنا في الصف الثاني ولكن للتذكرة هنبتدي نشرح برضو يعني إيه ألواح ويعني إيه مراين. زي ما انتم شايفين ده ألواح الخشب المسكي. الألواح بالكل ليها طول وليها عرض وليها سمك. الأطوال في المغلق، طبعا المكان اللي بجيب منه الخشب بيسمى المغلق، والخشب بيكون موجود في المغلق بأطوال خشب المسكي بيكون موجود بأطوال من 3 إلى 6 متر بزيادة قدرها 30 سنتي. زي ما انتم شايفين 3 بزود 30 33 63 93 لحد 6 متر. يبقى الأطوال موجودة في المغلق من 3 إلى 6 متر، ده الطول. أما بالنسبة للعرض بيكون موجود من عرض 7 سنتي ونص إلى 30 سنتي بزيادة قدرها 2 سنتي ونص. يعني ايه؟ يعني بزود كل في العرض 2 سنتي ونص. اول عرض عندي 7 ونص، بعد كده 10، بزود 2 ونص يبقى 12 ونص، 15، 17 ونص، وهكذا حتى 30 سنتي. طب في حالة الحصول على عرض اكبر من 30 وليكن مثلا 90 وانا عندي اخر حاجة في العرض 30، هضطر ان انا اجيب 3 عروض متشابهة وابتدي اعمل لهم عملية لحام. يبقى اذا خدنا في الصف الاول عملية اللحامات، وقلنا عملية اللحامات هي عبارة عن لصق لوحين او اكثر، بنجمع لوحين او اكثر باللحامات للحصول على مقاسات غير موجود منها في الاسواق، لان اخر حاجة موجود في العرض 30 وانا عايز اعمل عرض 90، فاضطر ان انا اجيب 3 عروض من 30 وابتدي اعمل لهم عملية لحام في ما بينهم. طبعا السمك بيكون من سمك بوصة الى 4 بوصة، وتقريبا البوصة بتكون حوالي 2 سنتي ونص الى 10 سنتي، دي الالواح.
طبعا زي ما انتم شايفين ادي عمليه من انواع اللحامات، زي ما انتم شايفين اللحام بسدابه، بنعمل عمليه مفحار في القطعتين، ثم بيتم وضع سدابه خشبيه بعد تغريتها وتجميعهم بواسطه الزراجين من ضمن الادوات المستخدمه في اعمال النجار. زي ما انتم شايفين دي عمليه اللحامات التي تجرى للحصول على عروض غير موجود منها في الاسواق. طيب عرفنا الالواح، عايزين نعرف المراين. المراين عباره عن قطعه من الخشب مربعه الشكل زي ما انتم شايفين، بتكون عرضها وسمكها بيكون واحد اما 7.5 في 7.5 او 10 في 10، لكن الاطوال موجوده على حسب ابعاد الغرفه التي سيتم تركيب الارضيه. يبقى احنا قلنا عرفنا المراين وعرفنا الالواح، الالواح بيكون ليها طول وليها عرض وليها سمك، اما المراين عرضها وسمكها بيكون واحد. تعالوا مع بعض كده نبتدي نشوف اول ارضيه بشكل سريع كده وتركيبها بشكل سريع علشان خاطر بعد كده نبتدي ناخد مكوناتها وطريقه تنفيذها مع الرسم طبعا، لان احنا قلنا لا يخلو ماده التكنولوجيا من بعض الرسومات التفصيليه. طبعا زي ما انتم شايفين دي ارضيه موسكي مركبه في فتحه حجره مقاس 3.5 في 4.70 متر. اول حاجه زي ما انتم شايفين انا قاسم في القطاع الافقي جزء من اسفل وجزء من اعلى. زي ما انتم شايفين الجزء اللي من اسفل عباره عن مراين، يبقى كل اللي موجود اسفل الارضيه عباره عن مراين خشب موسكي قطاع 7.5 في 7.5 او 10 في 10. اول حاجه فيها دي كلها بسميها مراين. اول حاجه في المراين بسميها تحليقه. التحليقه دي عباره عن مراين خشب موسكي قطاع 7.5 في 7.5 او 10 في 10، بنثبتها بالحائط بواسطه الكانات طبعا زي ما انتم شايفين، وبتعشق مع بعضها بتعشيق الخدش. بعد كده بركب مراين برضو ولكن بيطلق عليها علفات، والعلفات دي بتركب في الاتجاه الموازي لفتحه الباب، يعني بشوف فين فتحه الباب وركب العلفات بتاعتي اللي هي مراين من الخشب الموسكي 7.5 في 7.5 او 10 في 10، وطبعا بتتركب على مسافات محوريه على مسافات من 30 ل 40، يعني تقريبا بتكون من 30 ل 40 سنتي. اما بعد كده بزنق العلفات بحاجه اسمها دكم، والدكم دي من نفس قطاع المراين، مراين خشب موسكي 7.5 في 7.5 او 10 في 10، ولكن بتوضع بطريقه شطرنجيه والغرض منها جعل العلفات راسيه او مثبته في مكانها. بعد كده طبعا الدكم بيكون الفراغ ما بينها او المسافه المحوريه بتكون من متر لمتر ونص. بعد كده بدهن العلفات والتحليقه والدكم بماده مانعه لتسرب الحشرات والرطوبه، وبملى الفراغات ما بين الالواح والعلفات والتحليقه بالرمل النظيف، وبيكون اسفل الالواح. يبقى انا قلت تحت كله مراين، هنا هنبتدي نركب الالواح، وطبعا الواح الخشب الموسكي بيكون ليها عرض ليها طول ليها سمك، بيكون عرضها حوالي 10 سمكات 2.5، والطول طبعا بطول بحر الغرفه. طبعا الالواح بتركب في الاتجاه العمودي عشان خاطر انا مركب العلفات في الاتجاه الموازي، يبقى ثبت الالواح عليها. كمان بنثبتها في الاتجاه العمودي عشان تقلل لي نسبه الاحتكاك في اثناء الدخول الى الارضيه او استعمالها. بعد كده بنركب الوزره، وبعد كده بنعمل عمليه القشط بمكنه الصنفره، ثم الدهان باحدى دهانات الشفافه. دي طبعا شرح بسيط وسريع للارضيات. هناخد بعض نماذج لاشكال الارضيات الخشبيه بعد ما بتتجمع مع بعضها، وبتبتدي طبعا بيختلف على حسب التصميم، وبيبتدي تدهن باحدى الورنيشات اللي احنا قلنا عليها. زي ما انتم شايفين دي احدى الارضيات الخشبيه، شايفين الجمال والرونق والبهاء الموجود في الارضيه الخشبيه. دي برضو احدى التصميمات في الارضيات الخشبيه، زي ما انتم شايفين بنعمل كنار بيكون شكله جميل. طبعا زي ما انتم شايفين ده احدى الفنيين بيثبت البرقيه او قطع البرقيه على الارضيه بعد طبعا ووضع التصميم المعين، بيبتدي يجمعها اجزاء بشكل التصميم اللي هو عمله. الوحده الرابعه طبعا في ماده، احنا بنتكلم في ماده التكنولوجيا، الوحده الرابعه وهي خاصه باعمال التجليد. اعمال التجليد شبيهه جدا لاعمال الارضيات. احنا قلنا في الارضيات بندرس ثلاث ارضيات، ارضيه موسكي برقيه وبرقيه ملصوق، وقطع البرقيه يا جماعه عباره عن قطع اما من الخشب الزان او الارو، وطبعا بيكون طولها حوالي 20 سنتي عرضها حوالي 5 وسمكها بيكون 1 او 2 سنتي، وبنركبها طبعا باحدى التصميمات حسب التصميم الموضوع. لكن التجليد احنا بنعمل عمليه تجليد للحوائط الخشبيه. طيب بنجلدها بايه؟ عندي ثلاث انواع من التجليد، اما قدمه او سفل، وزرة التجليد نفسه. طبعا القدم او السفل بيكون موجود على ارتفاع حوالي 20 سنتي، بيكون ماشي مع الراس السفلى، واما الوزرة بيكون على ارتفاع حتى جلسة الشباك حتى ارتفاع حوالي 1.20 متر. بعد كده اذا جلدنا الحائط حتى بطنية السقف بيسمى اعمال التجليد. تعالوا مع بعض كده نشوف الوحدة الرابعة وهي خاصة باعمال التجليد الخشبية. زي ما انتم شايفين
تكسيه الحوائط او اعمال التجاليد الخشبيه. اول حاجه عندنا في التجليد قدمه او سفل. ليه سميناها قدمه؟ لانها موجوده عند قدم الحائط. ليه سميناها سفل؟ لانها موجوده عند او في اسفل الحائط. وفي عند نوعين من الاسفال، اما اسفال بسيطه قطعه واحده او اسفال مركبه من قطعتين او اكثر. يبقى احنا كده عرفنا القدمه او السفل بتكون على ارتفاع حوالي 20 وما تزيدش عن حوالي 35 سنتي. وفي عند نوعين من الاسفال، اسفال بسيطه واسفال مركبه. النوع الثاني من اعمال التجاليد او تكسيه الحوائط وهي الوزرة الخشبية. اذا زاد التجليد حتى جلسة الشباك بتسمى وزرة، وفي بعض الاحيان بيركب رفرفة اعلى الوزرة بتسمى كت لوضع بعض التحف والاشياء الثمينة عليها. يبقى احنا عرفنا القدمة او السفل، عرفنا الوزرة. اما اذا زاد التجليد حتى بطنية السقف بتسمى باعمال التجليد، ثم بعد ذلك بيوضع ما بين بطنية او سقف والحجرة أو الحائط بنركب أعمال الكرانيش الخشبية لكي تعطي للمكان رونق وبهاء وجمال بسبب التركيبات وأعمال التجاليد الخشبية. تعالوا مع بعض كده نشوف بعض الأشكال للحوائط، تكسية الحوائط. زي ما انتم شايفين دي الوزرة اهي حتى جلسة الشباك، طبعا الموجود في الأسفل دي قدم أو سفل. ده كده التجليد مجمع، هنا قدمة أو سفل، بعد كده الوزرة، وادي التجليد نفسه، ثم بعد ذلك بنعمل أعمال الكرانيش الخشبية. وزي ما انتم شايفين احنا مجلدين هنا الغرفة دي بأعمال التجاليد، حتى الأبواب كمان نفس التصميم ونفس الدهان لكي يعطي المكان زي ما انتم شايفين بهاء ومكان، عشان كده دايما بنستخدمها في الأماكن والفلل الحديثة. طبعا زي ما احنا عارفين احنا كده اتكلمنا بشكل سريع عن مادة التكنولوجيا. الباب الخامس وهو خاص بأعمال الألمنيوم، طبعا هي وحدة تكميلية الغرض منها ان احنا نكون على دراية بأعمال الشبابيك والأبواب الألمنيوم، لان هي مستعملة الآن فيكون على دراية بيها، لان طبعا الحلوق بتاعتها بتكون من الخشب وطبعا التثبيت بتاعها بيكون على حلوق خشبية. فبنعرف فيها ايه هي مميزات الألمنيوم، وكمان بنعرف قطاعات الألمنيوم وهي الاكسسوارات والعدد المستخدمة في أعمال الألمنيوم. طبعا ده الباب الخامس. يبقى احنا اتكلمنا بشكل كده سريع عن مادة تكنولوجيا أعمال النجارة. طبعا دي أول مادة موجودة في أعمال أو تخصص أو شعبة أعمال نجارة العمارة الصف الثالث. المادة الثانية وهي مادة الرسم الفني. طبعا مادة الرسم الفني مادة عليها 100 درجة، من المواد المهمة جدا. مطلوب في مادة الرسم الفني أول حاجة الخطوط بتاعتك تكون سليمة، يكون الخط نفس السمك مية واحدة. الحاجة التانية لازم نفنش اللوحة يكون الإزهار بتاعها سليم، وكمان نعمل عملية إزهار وإخراج للوحة وننظم اللوحة بتاعتنا ونبتدي نكتب البيانات بتاعتنا كاملة عشان ناخد أعلى الدرجات. يبقى احنا محتاجين في البداية ان احنا نستخدم الأدوات بتاعتنا وتكون أدوات سليمة، زي المسطرة حرف تي، زي المثلثات، زي البراجل، زي المسطرة الياس والقلم السنون بأنواعهم. بعد كده بنبتدي نستخدم اللوحة، ونبتدي نستخدم اللوحة في بعض الرسومات الخاصة بأعمال نجارة الأبواب والشبابيك. ودايما بنرسم بمقياس رسم 1:10 للأبواب، 1:5 للشبابيك. 1:10 المقصود بيها ان كل 1 متر في الطبيعة يقابله على الرسم او على اللوحة 10 سنتي، بمعنى اصح ان المتر في الطبيعة بيقابله 10 سنتي على الرسم، او نقسم الطول في الطبيعة على مقياس الرسم اللي هو 10 يديني الطول على اللوحة. طبعا زي ما احنا اتفقنا مقياس الرسم للابواب 1:10، اما للشبابيك بيكون بمقياس رسم 1:5، 1:5 بيكون ضعف 1:10 نظرا لان الشبابيك بتكون ابعادها بتكون صغيره. تعالوا مع بعض كده برضو نتعرف على ماده الرسم ونشوف ايه هي المشروعات او المشاريع الموجوده في ماده الرسم. الماده الثانيه عندنا هي ماده الرسم الفني. هنتعلم فيها ازاي نرسم القطاعات وسواء القطاعين الافقي والجانبي، وكذلك المسقط الرأسي ليه خاصة بالأبواب والشبابيك. وقلنا أن مقياس الرسم المستخدم 1:10 في حالة الأبواب، 1:5 في حالة الشبابيك. تعالوا نشوف مع بعض أول باب عندنا وهو باب بحشوات مورمة. زي ما انتم شايفين على السلايد أول حاجة برسمها وببتدي بيها من أسفل اللوحة وهو القطاع الأفقي ألف ألف. زي ما انتم شايفين أدي الحائط يمين والحائط شمال. طبعا احنا بنقطع في الباب أفقي
فبيبان الحائط جزء من الحائط، بناخد جزء زي ما انتم شايفين ده خط القطع، احنا بناخد جزء وليكن حوالي 2 سم ونص. بعد كده دي تشير الحائط بيكون على زاويه 45، والخطين دول يا جماعه بيكون فيهم خط تقيل وخط خفيف، لان التشير بتاع الحائط بيكون عباره عن خطين متوازيين. بعد كده بنبتدي طبعا سمك الحائط بيكون 12 سنتي مع المحاره او البياض بيكون 15، واحنا بنستخدم مقاس 1:10 في الابواب، يبقى ال 15 سنتي هتكون 1.5 سم على الرسم. زي ما انتم شايفين ادي الحل، اي من الحل يمين اي من الحل شمال، وادي اي من الضلفه يمين وشمال، وادي اللي موجود في المنتصف وهو الصاري. طبعا كلهم من قطاعات 10 في 5 ما عدا الحل 15 في 5. 15 في 5 يبقى تترسم 1.5 سم وفي نص سنتي. اما اي من الضلفه بيكون 10، ال 10 طبعا هتبقى 1 سنتي وال 5 سنتي هتكون نص، يبقى احنا هنرسم 1 في نص. زي ما انتم شايفين طبعا في المنتصف بنصف المسافه ما بين الايمين، وباخد المنتصف وباخد نص سنتي يمين ونص سنتي شمال عشان الصار يعمله من نفس القطاع 10 في 5، وال 10 سنتي هتكون 1 سنتي على الرسم. طبعا ما بينهم الحشوات المهرمه، والحشوه مهرمه من الجهتين، وما ننساش كشف للحشوه عشان يتم التركيب داخل مفحار في الاوائل. طبعا بعد ما بنرسم الخطوط بتاعتنا دايما بتكون خطوط خفيفه، وما ننساش نركب البر على منتصف الحل ونعمل الدفينه الخشبيه، لان طبعا النقط الفنيه دي بتكون عليها درجات، كمان التهشير بيكون عليه درجات، والخطوط بتاعتك مهمه جدا بتكون عليها درجات مهمه. طبعا في خطوط بتكون خفيفه وفي خطوط بتكون تقيله، يبقى طبعا بنرسم جميع الخطوط خفيفه، وبعد ما بنخلص الرسمه بنبتدي نفنش اللوحه ونعمل عملية إظهار للخطوط المقطوع فيها زي الحل وزي طبعا الأوايم وزي الحشوة. بنعمل عملية إظهار يعني بنتقل عليها مرة واحدة في اتجاه واحد عشان تظهر، ونعرف المصحح ان دي حاجات مقطوع فيها. وما ننساش تهشير الخشب بيكون على شكل حلقات سنوية، وحابب طبعا اقول في التهشير يفضل ان يكون التهشير ما يكونش الحلقات السنوية قريبة من بعضها، تكون واسعة، ويكون ما ننساش الأشعة النخاعية الموجودة في تهشير الخشب. كمان ما ننساش ان احنا نعمل خط للبيانات، ويفضل نعمل خطين الفرق ما بينهم 1 سنتي، نعمل فتحه مباني وفتحه نجاره. فتحه المباني اللي هي من الحائط للحائط، اما فتحه النجاره بتكون من الحل للحل. ما ننساش نكتب فتحه مباني متر، فتحه النجاره هتكون 98، لان بشيل 1 سنتي خلوص يمين و1 سنتي خلوص شمال. طبعا انا بكلم ناس متخرجه من الصف الثاني وفاهمه يعني ايه الرسومات ويعني ايه القطاع الافق. بعد كده بنعمل خط خفيف وبنكتب عليه القطاع الافقي الف الف، ده كده القطاع الافقي اللي ببتدي بيه في اللوحه. بعد كده ببتدي بالقطاع الجانبي من في الجنب، ودايما بيكون في فراغ ما بين، بعمل خط الارض بيكون في فراغ 5 سم بين القطاع الافقي وبين القطاع الجانبي، وبنبتدي نرسم القطاع طبعا على ارتفاع 2 متر 10. 2 متر 10 احنا هنرسم بمقاس رسم 1:10، يبقى نقسم 210 على 10 تديني 21 سم. يبقى اذا الارتفاع دوت بيكون على ارتفاع 21 سنتي. هناخد طبعا العتب الخرساني زي ما انتم شايفين، ويفضل فوق العتب نعمل جزء للحائط عشان نبين للراجل المصحح ان في عتب، وفوق العتب بيكون في جزء من الحائط. طبعا زي ما انتم شايفين ادي اول حاجه في الجانبي المعبره، بتكون من قطاع 15 هتبقى 1.5 في 5 اللي هي نص سنتي. ادي الراس العليا برضو هتبقى 1.5، ودي اربع رؤوس وسطى موجود ما بينهم الحشوات المهرمه، وما ننساش برضو نعمل كشف الحشوه والمفحار. بعد كده بنعمل الراس السفلى 2 سم. طب احنا عايزين نجيب ارتفاع الحشوه بيكون قد ايه؟ ارتفاع الحشوه طبعا بعد ما بقيس المسافه من الراس العليا للراس السفلى بخصم منها 4 سم قيمه الرؤوس الوسطى، وبقسم على 5 يديني المسافه ما بين الحشوه بتكون قد ايه؟ تطلع حوالي تقريبا 2 سم و9 ملي او 3 سم. زي ما انتم شايفين ما ننساش نركب البر، واي حاجه في القطاع الجانبي دايما الخطوط بتكون واضحه وظاهره، فبنعملها خط ايه كامل وبنسقطه. طبعا ما ننساش نكتب القطاع الجانبي من اسفل الرسمه، وبرده ما ننساش نعمل خطين، واحد لفتحه المباني واحد لفتحه النجاره. فتحه المباني 2 متر 10، يبقى فتحه النجاره بشيل خلوص يبقى 2 متر 9، وبكتب القطاع الجانبي من اسفل. بعد كده عن طريق القطاع الافقي والقطاع الجانبي بجمع منهم المسقط الراسي. زي ما انتم شايفين ادي ايمين الحل، وادي المعبره، وادي الراس ايم الضلفه يمين وايم الضلفه شمال، وادي الراس العليا والراس السفلى. ودايما الراس السفلى بتكون كبيره 20 في 5، طبعا ال 20 هتترسم 2 سم. بعد كده ببتدي اسقط الحشوات بتاعتي المهرمه مع الرؤوس والصواري.
تعالوا نشوف مع بعض شكل الرسمة مجمعة. ادي الرسمة بعد ما رسمت الافقي ورسمت القطاع الجانبي، بطلع من الاثنين عن طريق الافقي والجانبي بطلع المسقط الرأسي. بعد كده بحدد على المسقط الرأسي انا جبت القطاع الافقي منين، عن طريق ان انا قطعت في الباب افقي فيديني القطاع الف الف، يبقى لازم احدد انا جبت القطاع الافقي عن طريق ان انا قطعت في المسقط الرأسي فجبت القطاع الف الف ورسمته من اسفل القطاع الافقي. طبعا القطاع الجانبي بقطع رأسي فبيبين لي القطاع بشكل تفاصيله وكمان الحشوات. كمان بنبين بعض التفاصيل لان الرسم طبعا بيطلب منك تفصيل او اتنين. طبعا زي ما انتم شايفين عامل خط بنسميه واحد واحد في الافقي وخط اتنين اتنين، ده معناه ان انا عايزك تكبر لي الجزئية الموجودة في القطاع الجانبي اللي هي دي، نبينها طبعا بمقياس رسم نصف الحجم الطبيعي اللي هو واحد لاتنين، يعني بقسم على اتنين. طبعا هنا بيتبين لي هنا القطاع الافقي، يبقى عايز تفصيلة او الجزئية الخاصة، باخد الجزئية المقطوع فيها واكبرها بمقياس رسم نصف الحجم الطبيعي. تعالوا نشوف كده التفاصيل مع بعض. ادي التفصيلة اللي كان عايزها في القطاع الجانبي زي ما انتم شايفين، ادي العتب، وطبعا هنا هنوضح العتب بالكيانات بتاعته وحديد التسليح، وطبعا الخرسانة عبارة عن زلط ورمل واسمنت، وكمان نبين الدفاين الموجودة بتاعت معبرة البر، وادي معبرة الحلق قطاع 15 في 5، واحنا هنرسم بمقاس نص الحجم الطبيعي، يبقى ال 15 هتترسم 7 سنتي ونص، وال 5 هتترسم 2 سنتي ونص، طبعا الراس العليا 10 في 5، ال 10 هتبقى 5 سنتي، وال 5 هتبقى 2 سنتي ونص. الغرض من التفاصيل ان انا اوضح شكل التعاشيق الموجوده وشكل تركيب تركيبات الانشائيه. طبعا دي تفصيله افقيه بتبين ادي الحائط زي ما انتم شايفين، وادي الدفاين الخشبيه، وادي قائم الحل برضو من قطاع 15 في 5 ارسمه بنص الحجم الطبيعي، وادي قايمه الضلفه، وادي كشف الحشوه زي ما انتم شايفين، وادي المفحار اللي بنركب فيه كشف الحشوه عشان تبقى فيه سهوله في عمليه التركيب، وطبعا الحشوه بتكون مهرمه فبتاخد شكل مش مستقيم ولكن بتاخد شكل مهرم زي ما انتم شايفين. طبعا دي التفاصيل الموجوده عندنا في الابواب، هو ده المشروع اللي بيكون موجود عندك، بيرسم القطاع الافقي والقطاع الجانبي ونطلع منهم المسقط الرأسي، وبعد كده بناخد تفصيلة او اتنين على حسب ما هو بيوضح لنا في المسقط الرأسي. من ضمن المشاريع الموجودة عندنا باب اسلامي الطراز، واحنا طبعا قلنا في مادة التكنولوجيا ان الابواب الاسلامية سميت بهذا اللفظ لان فيها حشوات ذات طابع اسلامي، اما على شكل مفروكة عدلة او مفروكة ميلة، وهوري لكم دلوقتي المفروكة العدلة والميلة. طبعا المفروكة الموجودة دي مفروكة عدلة عبارة عن سؤاسات عدلة، وبتحصر على جانب تقسم الحشوة التلت والتلتين، وبتحصر على جانبها اربع حشوات على شكل مستطيل، وفي الوسط حشوة مربعة الشكل. طبعا زي ما انتم شايفين ده باب اسلامي الطراز ضلفتين، وادي القطاع الافقي بتاعه، وادي القطاع الجانبي، طبعا موجود في فتحه مباني مقاس طول 1.40 متر في ارتفاع 2.10 متر، المتر 40 يعني هتبقى 14 سنتي. والقطاع الجانبي بيكون على ارتفاع 2.10 متر يعني هتترسم 21 سنتي. طبعا احنا بنرسم في الابواب بمقياس رسم 1:10، وطبعا التفاصيل مهمه جدا زي ما انتم شايفين، بنحدد على القطع المسقط الراسي التفاصيل ونبتدي نرسمها بمقياس نص الحجم الطبيعي. الحشوات الإسلامية اللي احنا قلنا عليها طبعا هم ثلاثة، الحشوات الإسلامية كتير جدا، ولكن الموجودة عندك في المنهج المفروكة الميلة والمفروكة العدلة والحشوة المعقلية. طبعا المفروكة العدلة عبارة عن سؤاسات شرحها، يعني عبارة عن سؤاسات عدلة بتقسم الحشوة التلت والتلتين، بتحصر على جانبية أربع حشوات على شكل مستطيل، وفي الوسط حشوة مربعة الشكل. أما المفروكة الميلة عبارة عن سؤاسات مائلة على زاوية 45، بتقسم الحشوة التلت والتلتين، وبتحصر على جانبية أربع حشوات على شكل معين، وفي الوسط حشوة مربعة الشكل. من ضمن المشاريع الموجودة عندنا في مادة الرسم باب منزلق داخل الحائط، طبعا برضو بنرسم القطاع الأفقي والقطاع الجانبي والمسقط الرأسي، وبرضو نرسم التفاصيل التنفيذية للباب بمقياس رسم نص الحجم الطبيعي. زي ما انتم شايفين ده جهاز الانزلاق، وادي كمان بنركب طبعا ده باب تجليد فبركب له شوت زان، وبركب مصد كاوتش عشان أثناء عملية. وكمان عندنا موجود ادي جهاز الانزلاق بتاعنا اللي احنا بنركبه في الروس العليا عشان يساعد على عملية الفتح والغلق وانزلاق الباب ذهابا وايابا في مستوى رأسي. طبعا وقلنا في نوعين من الابواب، ابواب بتنزلق على وجه الحائط وابواب بتنزلق داخل الحائط، وعرفنا ان الموجود عندنا هي الابواب المنزلقة داخل تجويف في الحائط. وطبعا عندنا ابواب البلكونات مهمة جدا ومن المشاريع المهمة نركز عليها جدا، باب البلكونات سواء في التكنولوجيا او في الرسم طبعا التفاصيل بتاعتها مطلوبة وبنرسمها بمقياس رسم نصف الحجم الطبيعي.
زي ما انت شايفين ادي التفاصيل شاملة للمشروع، وطبعا ده منظور انت مش مطالب به ولكن للتوضيح كيفية تركيب ورق الشمسية. طبعا الشبابيك عندنا شباك شمسية وزجاج، والتفاصيل بتاعته بتشبه باب البلكونة. طبعا التفصيلة دي مهمة جدا هنركز عليها في مادة الرسم في الحلقات القادمة ان شاء الله. طبعا بعد كده عندي اخر حاجة الشباك الزاوية. وطبعا احنا كده وصلنا لنهاية حلقتنا واتكلمنا فيها عن مادة التكنولوجيا ومادة الرسم الفني، وعرفنا طبعا الاتنين مرتبطين ببعض جدا ولا يخلو امتحان من بعض الرسومات. طبعا الحلقة خلصت بسرعة، اشوفكم على خير، دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.